مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقائنا المتجدد على شاشة النيل الأخبار وحلقة جديدة من بنت النيل. تستضيف مدينة شرم الشيخ غدا فعاليات المؤتمر الوطني للشباب. هذا المؤتمر الذي يأتي تتويجا لعام الشباب في ختام فعاليات عام الشباب عام 2016، هو العام الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للشباب. المؤتمر بيستمر على مدى 3 أيام وبيشارك فيه 3000 شاب وفتاة من مختلف المحافظات ومن مختلف المجالات. من ضمن هؤلاء الشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وأيضا شباب من مختلف المحافظات، إلى جانب 300 شخصية عامة ومتخصصين ومشاركين في فعاليات وجلسات هذا المؤتمر. للقراءة في هذا الملف، المؤتمر الوطني للشباب، هذا المؤتمر الأول الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ وأهم فعاليات هذا المؤتمر، يسعدنا أن نستضيف استوديو بنت النيل في هذه الوقفة الحوارية العقيد إيفيلين فاروق إسحاق خبيرة التنمية البشرية. برحب بحضرتك سيادة العقيد. أهلا بحضرتك. مشاهدينا، نذهب لمتابعة هذا التقرير حول محاور وأهداف هذا المؤتمر، ثم نعاود الحوار مع الأستاذة إيفيلين. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم وضيفة بنت النيل في هذه الوقفة الحوارية الأستاذة العقيد إيفيلين فاروق إسحاق خبيرة التنمية البشرية. بجدد التحية بحضرتك أستاذة إيفيلين. بكرة بتستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب. أهمية هذا الحدث من وجهة نظر حضرتك وأهميته بالنسبة للشباب؟ هو طبعا حدث جليل أو جلل، ده بيحقق حلم الشباب، ان هم يعني حلموا كتير، عشان كده هم لما جم سموا المؤتمر ما سموش احلم، لان خلاص هو حلمهم اتحقق ان هم بقوا يشاركوا. سموه ابدع وانطلق. ابدع بقى، طلع الطاقات اللي جواك. انتوني روبلز بيقول يركز القدرات او القوى الخفيه التي بداخلك. فانا كشاب او شابه، احنا بنطلع بقى من جوانا كل الطاقات بنحطها على الارض الواقع، وده العنوان ابدع وانطلق. ده عارفه حضرتك يعني امر، ابدع انطلق. زي ربنا في الخليقه لما قال ادم وحواء ايه؟ اثمروا واكثروا. فقال لهم يعني احنا بنثمر، احنا مخلوقين من اجل اهداف عظيمه، ان احنا نحقق على الارض حاجات قيمه جدا. مش ان انا ابقى يعني قاعده جنب كده مثلا ايه، شعور بالفشل، شعور بعدم المقدره، او لا خلاص احنا كده ابدع وانطلق. ده يعني مفتاح هيفتح على اجيال جديده وعلى عالم تاني ان شاء الله. ان شاء الله. طب استاذه ايفيلين، من ضمن الشباب اللي مشارك في فعاليات هذا المؤتمر 3000 شاب وفتاه من مختلف المحافظات من مختلف التخصصات، لكن من ضمنهم الدفعه الاولى من برنامج تاهيل الشباب للقياده. فكره القياده دي امر مهم جدا، احنا دايما كنا في مصر بنقول ما عندناش صف تاني، دايما في كل مكان عندنا فراغ في القيادات. حضرتك شايفة أهمية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالنسبة لمصر وبالنسبة للشباب نفسهم ايه؟ هو حضرتك أنا لما أعمل صف تاني أنا كده بطمن على بكرة. نعم. لأن أنا مثلا حد كبير عندي أفكاري ممكن تكون قديمة
او مش حديثه يعني، انا الشاب اللي جاني ده جاني بافكار جديده. فانا لما الخميره لما بتحط في العجينه بتخمره بتخليه حاجه تاني، لكن لو انا ما حطيتش شباب وسط المجموعه، هو جاي بخبرته القديمه، خبرته ومعلوماته القديمه، مش القديمه اللي هي اولد فاشن مش هينفع تتطبق، لا ثقه للشخصيه بتاعته، والشاب اللي جاي ده جاي بافكار. فانا لما اعمل يعني مزج بينهم هطلع انتاج احلى. طب استاذه ايفلين، فكره القياده هل لها عمر؟ يعني فكره تاهيل الشباب للقياده، الشاب وهو شاب ينفع يبقى قائد؟ القائد ده مواصفاته ايه؟ ليه عمر؟ لازم القائد يكون كبير في السن ولا ممكن يكون صغير في السن؟ وهل كبار السن يقبلوا ان يكون القائد بتاعهم شاب؟ هو لو انا هقبل ان انا القائد بتاعي يكون شاب يبقى انا انسان متفتح. ليه؟ لان انا بدي له فرصه، انا خدت فرصتي وثبت وجودي وحققت احلامي، لما انا اعمل صف تاني ويطلع واكبره يبقى انا كمان بمد عمري، لان هيقول فلان علمني. مين يتعلم من حد وما ذكرش اسمه بعد كده؟ نكره، انا طالع لوحدي، استحاله. القياده ملهاش عمر، ممكن طفل صغير تبص ليه يقود مجموعه. وحابة نبدا بقدور الاسره في الاول خالص. الام اللي تعلم ابنها تحمل المسؤوليه اتخاذ القرار، هيطلع طفل ايه؟ عنده ثقه في النفس، يقدر يتحمل مسؤوليه قرار، يقدر يتحمل مسؤوليه الحاجه بتاعته، والمسؤوليه بتكبر لما يجي يمسك وظيفه او منصب يقدر يمشي فيه. لكن في الامهات عارفه يهبطوا من عزيمه ولادهم، يكبتوا انت لسه صغير، انت لا. مرحله الرشد مرحله ان انا ابقى متحمل مسؤوليه افعالي وقراراتي او مسؤوليه الشيء اللي انا ليه. بيقول لك مثلا لما يجي واحد يتجوز واحده، البكر الرشيد. يعني ايه رشيد؟ بقى مسؤول يفتح بيت، هيقود البيت ده، او هي برضو البكر الرشيد مسؤوله، خلاص بقى مخها اوبن مايندد، تقدر تفتح بيت او تقود البيت. هو مش القائد ان انا ابقى في وظيفه وانا برقص المجموعه. يعني احنا لو قلنا تعريف القياده ان هي التاثير اللي بيستخدمه القائد علشان يوحد ويخلي الجهود دي متوحده مع بعضها ويوجهها. كل واحد عنده اهداف واحلام يوحدها ويوحدها مع بعض ويجمعها مع بعض عشان احقق الاهداف دي. وجود القائد، انا دلوقتي عندي مجموعه، عندي قائد بيرأس المجموعه دي وعندي اهداف. يعني الرسول الكريم وصى بايه؟ لو ثلاثه مسافرين يبقى واحد قائد فيهم. الجراد ما يعرفش القياده، ما حدش علمه، ما خدش كورسات، ما دخلش دورات، لكن في لازم في حد بيقوده، فحد في الاول. النحل ملكه والشغاله، كل واحد عارف دوره. بيقول النمل، يعني بصي الحمام، كل الطبيعه نفسها في حد يعني حاجه بتقود حاجه، لكن وجود القائد دي بيربط المجموعه دي مع بعض، بيوحد الجهود، بيوجهها في الطريق الصح. طب ايه يا استاذه ايفلين، ايه هي مواصفات القائد؟ ومين اللي يقدر، يعني الشخص بيكتشف في نفسه المواصفات ان هو ينفع قائد، ولا الاخرين هم اللي بيكتشفوا فيه وبيبقى عنده مهارات ملحوظه من الرؤساء بتوعه، من الاب والام، يشوفوا ان الابن ده حتى لو اصغر اخواته هو ممكن يكون هو القائد بتاعه؟ الاثنين. انا ممكن اكون حاسه بنفسي انا اقدر اقوم بالمهمه دي، اقدر اقود المجموعه دي، وممكن الاخرين كمان يكتشفوا في. هنقول مثلا مهارات ومميزات القائد او الصفات اللي المفروض توفر. اول حاجه ضبط النفس، حد كده رزين، حد كيس، يقدر يتعامل بالراحه بهدوء مع مختلف الشخصيات اللي بتعامل معاها. كمان القدره على المرونه، مفيش حد يبقى صالب كده وعارفه بيتعامل بصعوبه مع اللي حواليه يبقى قائد، هيبقى قائد ازاي معاهم. كمان القدره على اداره الوقت، ما ينفعش ان انا ابقى عارفه حضرتك اللي قاعد على الفيسبوك طول الوقت ده. هو سليمان الحكيم قال ايه؟ حاكم نفسه خير ممن يحكم مدينة. اما احكم نفسي، احكم وقتي، احكم تصرفاتي، احكم كل سلوكياتي، اقدر احكم المجموعة اللي معايا. كمان القدرة على ان انا اشتغل تحت ضغط في وسط الظروف اللي حواليا، ما اقولش الظروف وي 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 واصل الامكانية، لا انا بشتغل وبنتج زي ما احنا بنعمل دلوقتي. في حروب وفي مثلا ارهاب، لكن احنا ماشيين في اتجاه الانتاج. كمان القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكلات. قائد يعني ايه؟ انا بعرض عليه مشاكل،
او سوري مش بعرض اقول عليه المشكله، هو شايف المشاكل بيشوف ازاي حلها مع المجموعه اللي معاه، وياخد القرار، بياخد قرارات المجموعه او ارائهم، بعدين هو بياخد القرار الاخير الصائب في الاخر. كمان القدره على التحفيز والنقد. انا قائد دلوقتي، المفروض ان انا عارفه كلمه، هو اقول كلمه كده تشجع المجموعه، طب لو في حاجه غلط انقد ازاي؟ انقد من نقد بناء بدون هدم. يعني سندوتش النقد يعني في معظمنا يعرفوا، انا بقول الحاجه الحلوه في الشخص اللي قدامي او في التصرف، وبعدين بحط الحاجه اللي انا شايفاها عايزه تتعدل، وبعد كده بتكلم في ايجابياته برضه، بديله حماس، مش ان انت غلطان انت ما تنفعش، ما انا قلت ان انت مش هتعرف تعملها، الكلام ده بيهبط. الرؤيه والرساله، قائد يعني عنده رؤيه وعنده رساله، هو عايز يبقى قائد ليه؟ او شايف ايه؟ شايف قدام، فرؤيته ايه للمجموعه وايه اهدافها وازاي تتحقق، والرساله اللي هو من اجلها موجود هو المجموعه بتاعته. فالحاجات دي الصفات اللي في القائد، وصفات كمان جسمانيه، ما فيش حد ما بيهتمش بصحته. يعني الشباب اللي بيسهر طول الليل ده الصبح هتلاقيه شكله ايه؟ مرهق. لو قلت له ما تنامش وتعالى لي على الشغل همسكك قائد، بس شرط ان انت ما تنامش، خليك على الفيس زي ما انت، وانا هاخدك قائد، وهرجع عربيه هتيجي تاخدك، مش انت عايز عربيه تيجي تاخدك وتروحك، وهقعدك على مكتب، انت سهران طول الليل، مش مهتم بصحتك، اللي بيشرب سجاير، اللي بيشرب كحليات، اللي كل الحاجات دي، جسمه معتل، ازاي هيبقى قائد؟ ما بيثقفش نفسه، ازاي هيبقى قائد؟ لان القائد اكيد مثقف. يعني مش بس. طب استاذه ايفيلين، احنا برنامجنا بنت النيل، وبنت النيل يعني هي الفتاه والمراه والام، بدون تحيز، هل القائد لازم يكون راجل ولا ممكن يكون ست؟ لا، القياده مواصفاتها ممكن تتوافر، يعني هل الرجل في مجتمعنا ممكن يقبل ان يكون القائد بتاعه ست؟ هو اللي بنقول دلوقتي الراجل في مجتمعنا الحالي. نعم. لكن قبل كده، لان هنجيبها من عند القدماء المصريين، اول ملكه مسكت حكم مصر كان اسمها ميريت نت، دي جوزها توفى وكان ابنها قاصر، فكان ممكن تسيب الحكم لاي حد، لاخو الملك، للوزير اللي بعده، اي حد، لكن هي يعني كانت وصيه على ابنها وهي اللي مسكت الحكم. انا حابه ان انا اخدهم بالترتيب عشان مش هقول مثلا واحده او اثنين، دول 12 واحدة ورا بعض كده. ملكات مصريات. مصريات وكمان في مفاجأة ان في حد منهم في الصعيد. ميريت نت دي كانت وصية على ابنها ومسكت هي الحكم. وبعدين الملكة فانت كاوس دي ملكة مصر العليا والسفلى، والوارثة الشرعية للعرش. في دلوقتي يقول لك ايه، دي بنت، انا لازم اجيب ولد. لا. مش لازم تجيب ولد عشان احنا بنناقش اصلا في ورثها في الارض وفي الاملاك. لا. يعني في ملكه تاني نيت افرت، وفي ملكه نفر اسمها العظيمه وسيده كل النساء. مش بس انها ملكه، كانت العظيمه وسيده كل النساء. الملكه حتشسوت لقبها اقوى ملكات مصر. الملكه تورس ملكه الارضيين. نفرتيتي اجمل ملكات مصر. نفرتاري بقى المفاجاه، واشهر ملكات اللي حكمت من الصعيد. طب احنا نتوقف عند هذه الاسماء ونذهب لمتابعه هذا الاتصال الهاتفي مع الاستاذ محمد عامر، رئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب. برحب بحضرتك استاذ محمد. استاذ محمد، أستاذ محمد عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد عامر، معلش هنعاود الاتصال بالأستاذ محمد عامر، لأن الحقيقة في العديد من الجوانب محتاجين أن احنا نتعرف عليها منه. واسمحي لي أستاذة إيفيلين، احنا 12 ملكة مصرية، في منهم الملكة الثانية والملكة برنيكا والملكه كليوباترا السبعه. كليوباترا الثانيه والسبعه، احنا كنا انا كنت فاكره ان هي كليوباترا واحده. لا، هم اثنين، الثانيه والسبعه. بمعنى ايه بقى الاسماء دي؟ كان معظمهم ابنهم قاصر او ما عندهاش ولاد، هي مسكت الحكم، كانوا يعني عارفه بيقاتلوا. لكن دلوقتي جوزها لو واحده توفى
معلش خلينا نتوقف عند الحتة دي لأنها مهمة جدا. تعيش بقى دور الغلبانة المسكينة اللي خلاص الزمن جه عليها وعايزة بقى يعني جو تاني، تعيش في جو تاني، لا. أو البنت مثلا في الريف أو الصعيد، أنت آخرك هتتجوزي دبلوم وتقعدي في البيت. طب ما أنا هقول حاجة كبنت النيل، أنا دلوقتي في 2016 خدت دبلوم تجارة أو دبلوم أو بكالوريوس تجارة، ابني اللي هخلفه ده هخلف في 2017، 2021 هيدخل حضانة، 2025 هيبقى في ابتدائي، معلوماته هو أنا بالنسبة لها بقى إيه؟ أمية. مفيش حاجة اسمها إن أنا اتعلمت اتجوزت أربي في أولاد، أثقف. أنا الثقافة المستمرة لينا إحنا كسيدات ليه؟ لأني أنا بواكب العصر. أنا هعرف منين النت مثلا؟ أنا مولودة من 66، اللي علمني النت مين؟ ابني. فأنا لما واكب وبعدين بقيت أعرف أطلع كذا وكذا وكذا وكذا. فالسيدات أنا بدعوهم دعوة يعني خاصة، ثقفي نفسك من أول ما اتجوزتي أنت، من الخطوبة في كتب أو في النت إزاي تتعامل مع خطيبك، مع الزوج بعد ما تتجوزي، مع وأنت حامل تجيبي كتب تقري من على النت، انت بتحبي تقعدي على النت اقعدي على النت. مفيش دلوقتي حاجه اسمها ان مش متوفره المعلومه، معلومه تحت ايدك، انت بتفتحي الموبايل تلاقي المعلومه تحت ايدك. اعرفي ابنك ازاي وانت حامل تتعاملي معاه. طب استاذه ايفيلين اثرتي قضيه مهمه جدا، اذا كانت مصر قديما كان بيسمح فيها للمراه انها تصل لاعلى منصب وهو ملكه، ايه الفرق بين المصريين دلوقتي والمصريين زمان؟ ليه المرأة المصرية هل مواصفاتها اختلفت ام ان مواصفات المجتمع نفسه هي اللي اختلفت وبقت بتنظر للمرأة انها ما ينفعش تبقى قائد ووجودها كقائد ده امر مرفوض؟ انا هقول لحضرتك، احنا دلوقتي لما ملك لما مثلا سيدة تمسك قضية او تمسك وزيرة بنحس ان هي يعني ده المجتمع من عليها، لا المجتمع ما منش عليها لان هي ليها جده ملكه. فلما تبقى واحده ملكه مش جديد ان بنتها تبقى قاضيه او سلالتها حفيدتها تبقى قاضيه او وزيره. فده مش حق يعني حد منحه، لا ده حق مكتسب بتاعي انا يعني. انا لو حضرتك تتبعتي اسره حضرتك وانا تتبعت اسرتي، جدتنا ملكه، أني واحدة بقى في ال 12 ما نعرفش. بمعنى القوة، بمعنى القدرة على الحكم، القدرة على إدارة الأمور. لكن بقى دور الضعف وإن أنا بقى إيه لما أدخل بنت مثلا وسط الشباب يبقى أنا كده منيت عليها أدخله، أو إن أنا أمسكها منصب ده أنا كده يعني خدت من بوق الأسد، لا. هي حضرتك ما خدتيش حاجة من بوق الأسد. اسمحي لنا أستاذة إيفيلين، هنذهب لهذا الاتصال الهاتفي مع سيادة العميد عصام الشافعي رئيس مجلس أمناء جامعة الشعوب العربية. برحب بحضرتك سيادة. أهلا بيك، أهلا بيك سيادة العميد. مشاركة جامعة الشعوب العربية في مؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ. والله احنا شايفين ان المشاركة من امبارح كانت جيدة جدا، والتقرير الاولي للشباب اللي هناك ان ست الرئيس مهتم جدا جدا باعداد كوادر للشباب، ومهتم جدا من الشباب من الاناث ومن الذكور ان هم يرفعوا بلدهم في المرحله اللي جايه، لان الاعتماد عليهم في الفتره اللي جايه كبير قوي والتحديات عليهم كتير. وست الرئيس اكد على استكمال برنامج الرئاسي مشروع البي ال بي، استكمال توعية الشباب الباقية، المشروع ليه مرحلة تانية، يجب أن يكون هناك الكثير والعديد من الشباب يشاركوا في نهضة بلدهم، لأن هي دي الفرصة اللي المفروض لو يعني نأسف أن احنا في سننا يعني ما لقيناش الفرصة دي. ولكن هم النهاردة أنا بقول أن عندهم فرصة ذهبية أن هم يقفوا ويسدوا ويسندوا رئيسهم ويسندوا دولتهم ويسندوا شعبهم، بعيدا عن الفكر المتطرف، بعيد عن الفكر الارهابي، بعيد عن ان احنا كل حياتنا شغالين ننتقد، نسيب الحلو ونبص نشوف السفاح وهو بيتكلم، وسيبنا الانتاج والمشاريع القويه اللي قايم بيها ست الرئيس اللي هو بيغير. احنا الاول كنا يلا عايش النهارده وموتني بكره، النهارده الرئيس بيفتح صفحه جديده وبيسطر. التنميه المستدامه هي اهم حاجه لازم نمشي عليها، الحفاظ على مواردنا الاجيال اللي جايه، مش عايش النهارده جيل والجيل التاني اللي عنده كارثه زي ما احنا عشناه.
طب سيادة العميد، عندنا في هذا المؤتمر 23 جلسة عامة بتشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية وثقافة وفنون ورياضة وريادة أعمال، وثمان ورش عمل فرعية تخصصية ومعرض وفني وورشة اكتشاف مواهب. الفعاليات كمان جايزة من قبل السيد الرئيس على مدار 3 أيام، وأيضا بمشاركة 3000 شاب. هذا التواصل ما بين الحكومة أو أعلى سلطة في الدولة وبين الشباب على مستوى هذا المؤتمر الوطني الموسع اللي بيضم شباب من مختلف أنحاء الجمهورية، أظن إن ده بيعمل تحفيز لكل الشباب. وأظن أنا شخصيا وأنا عندي النهاردة 47 سنة بقول يا ريتني كنت شاب وشاركت بهذا المنظر، يعني ده اللي موجود اللي فرصته موجودة. أظن إن هو بيندم إن هو ما دخلش مشروع البيئي اللي بيه أو لم يطلع عليه، مع العلم إن برنامج تم الإعداد له جيدا وتم الإعلان عنه جيدا جدا وتم عمل له مواقع على السوشيال ميديا، ومع ذلك بعض الشباب يعني أحزن إن هم ما لحقوش ياخدوا دورهم. ولكن الرئيس إدى فرصة جديدة كمان، 500,000 إحنا عايزينهم يبقوا 3 مليون وخد منهم 3000 النهاردة. مش عايز أقول لك التواصل اللي بينهم ما بين الرئاسة عامل تحفيز غير عادي للشباب، والشباب كله يعني مش عايز اقول لك مبتكرين قد ايه ومطلعين افكار جميله النهارده لمساعده البلد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. انا شايف ان النهارده احنا بنقول مصر الجديده يعني بترفع راسها فوق قدام العالم كله. احنا اهو ربنا سترها معانا، واحنا كمان بنرد الجميل لربنا سبحانه وتعالى ولبلدنا. طب سيادة العميد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشارك في هذا المؤتمر في ماراثون مع الشباب في مدينة شرم الشيخ. نعم. الحدث ده تحديدا حضرتك شايفه ازاي واهميته بالنسبة للشباب والرسالة اللي بيقدمها للعالم؟ يعني حضرتك احنا بنقول للعالم كله يعني كانوا بيغيرونا من امريكا ان الرئيس بينزل في الشارع يسلم على الناس والرئيس بيمشي في امان. احنا رئيسنا الحمد لله هذا الأمان النسبي، نحن في مرحلة انتقال لأمان حقيقي، ولكن نحن الآن في أمان نسبي. ومع ذلك الرئيس يتحرك بمنتهى الحرية مع أولاده في وسط أولاده بقمة الأمان، يعني عايز أقول لك إن إحنا النهاردة بنقوية جدا على العالم كله وعلى الإرهاب، إن إحنا ما بنخافش الحدث أو الأحداث الخاينة اللي بيعملها بعض العناصر لن تؤثر أولا في الرئيس. وجود الرئيس في وسط رجالته ده بيرفع روح المعنويه وبيحفز الناس كلها على العمل سواء كبير سواء صغير. يعني ارجو بقى ان الاحزاب تقوم بدورها يعني جنب الرئيس، لان المجهود محتاج ان كلنا نشارك يعني. نعم. سيادة العميد، الرئيس بيطلق خلال فعاليات هذا المؤتمر جائزة الإبداع للشباب، وهي جائزة سنوية للشباب المتفوقين في المجالات المختلفة سواء كانت ثقافية علمية فنية رياضية وخلافه. بترى ازاي هذه الجائزة ومردودها ايه بالنسبة للشباب؟ والله الجائزة دي النهاردة هتعمل تحفيز للنواة. احنا دولة شابة، دولة عندنا 48% من سكانها شباب، فإن لم أستخدم هذه القوة البشرية اللي معلش يعني عايز أقولك إن أوروبا اتحدت مع بعضيها عشان تعمل قوة بشرية، وعشان نسبة المواليد عندهم قلت في بعض السنين، إحنا ربنا كرمنا القوة البشرية بس كيف نستخدمها؟ الرئيس النهاردة بيفجر كيف نستخدم شبابنا، ولعل جميع الرموز تتعلم كيفية الشباب وقوتهم وحيويتهم وحفزهم ازاي. هو ده ان انا اوجد له مكان يطلع فيه كل امكانياته. التنمية البشرية، التنمية البشرية اللي بناخدها على ورق بس، النهاردة الرئيس بيمثلها على ارض الواقع. نعم. سيادة العميد عصام الشافعي، رئيس مجلس أمناء جامعة الشعوب العربية، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أستاذة إيفلين، يعني زي ما تحدث سيادة العميد عصام الشافعي، إحنا عايزين التنمية البشرية تخرج من الورق إلى تطبيقها على أرض الواقع. في أي إطار بتاري حضرتك إن وحضرتك خبير التنمية البشرية، إن النظريات اللي موجودة في الكتب، الكلام اللي بيتقال في علوم التنمية البشرية بيجد صدى على أرض الواقع من خلال مؤتمر زي ده بالفعاليات بتاعته؟
أنا حابة أقول مبادئ القيادة، وأنا جبتها من الدين الإسلامي لأنها مبادئ سامية وجميلة جدا. أول حاجة مبدأ القصدية، أنت ليه عايز تكون قائد؟ إيه هدفك؟ إيه هدفك إن أنت تبقى وسط المجموعة دي أنت القائد بتاعها؟ هل إن أنت أكبر منهم سنا؟ هل أنت عندك قدرات مش عندهم؟ هل عندك إمكانيات شكلية أو مادية أو أنت عايز تقود المجموعة دي؟ ولا عندك أهداف تانية، هدف خاص ولا أهداف المجموعة ولا أهداف المجتمع؟ في مقولة جميلة قالها الفيلسوف ديفيد: لا يكفي أن تكون كادحا، فالنمل أكثر كدحا، المهم ما الذي تكدح من أجله. يعني أنت بتشتغل وتعبان، بس تعبان عشان إيه؟ حاجة تاني في مبادئ القيادة: الإبداع، وهو ده العنوان اللي خدوه وحطوه على المؤتمر، ابدع انطلق، على وزن أفعل يعني، ابدع ابدع. خلي الإبداع ممكن يكون في الفكر، ممكن يكون احنا حضرتك عارفة الذكاءات المتعددة، أنا ممكن أبقى ذكي في الموسيقى، ذكائي في الموسيقى، ذكائي في الرياضة، ذكائي في الرسم. فكل شاب عارفة يعني 3000 فكرة، 3000 عقل، 3000 أسرة، 3000 شارع، 3000 كلية. يعني أنا الشاب اللي هيطلع من المؤتمر ده هيبقى خميرة هتخمر عجين كتير قوي، أسرته هيبقى قدوة لأسرته، للبيت، للشارع بتاعه، للكلية بتاعته، لشغله. ما في شباب في السن ده بيشتغل، طاقة، يطلع الطاقة بتاعه. تاني حاجة الشورى، انت كقائد مبدأ الشورى هتستشير مين؟ ذوي الخبرة في المجال اللي انت هتبقى قائد فيه. ممكن انا اكون عايز اعمل حاجة بس انا مش خبير فيها، اشوف مين الخبير فيها واخد مبدأ الشورى. ليه الشورى؟ عشان يطلع القرار صح، لان كل واحد لو احنا جبنا القبعات الستة للتفكير، كل واحد هيفكر من منظور معين، فكل واحد هيقول فكرة، يبقى في الآخر في تكامل ما بين الحاجة. تاني حاجة التأمل الخلاق. ايه هو التأمل الخلاق؟ ان انا بص على الواقع مثلا، ان في مية هنا مدلوقة، ماشي، وبعدين مش هعدي؟ هعدي، الف. انا ببص اللي ما وراء الموقف، مش الموقف مش انا. طبعا بدرس الوضع الحالي سلبياته وايجابياته، بس انا بخط بفكري لفين؟ لفيما بعد. المصداقية، انا قلت حاجة بنفذها. اعتقد ان السيد الرئيس من ساعة ما مسك ما فيش حاجة قالها ما تعملتش، بالرغم من الضغوط، بالرغم من المشاكل، لكن في مصداقية. الاستيعاب، انا بستوعب اللي حواليا، بستوعب الافراد اللي حواليا، بستوعب امكانياتهم، قدراتهم، نقاط القوة، نقاط الضعف اللي عندهم، المواقف، الساحة دلوقتي ايه اللي موجود ايجابي استفيد بيه، الضعف اللي عندي وانا احاول اقوي. بعد كده الرقابة والمتابعة. انا عملت مؤتمر، طلعت بتوصيات، خلاص اتكتبت على ورق، احنا رحنا غيرنا جو وشفنا بعض وقضينا يومين حلوين في شرم، لا، هنطلع بتوصيات الرقابه والمتابعه. الاتصال بالمرؤوسين، انا القائد بتصل بالمجموعه بتاعتي، ما اقفلش باب، اعمل سياسه الباب المفتوح، ان الناس يعني لما تعوزني بتكلمني. السيد الرئيس في كل مؤتمر بيبقى حريص على انه يتكلم مع الناس ويتقبل اسئله والكلام ده وبيجاوب. ابتعد عن المحاباه. انا قائد مجموعه، من اهم مبادئي ما اخدش بقى ايه 2-3 منهم هم دول بقى والباقي بيتفرج. كده انت بتولد مجموعات غير رسميه داخل المجموعه بتاعتك هيبقوا ضدك، لكن انا محتوى مظله كده يعني الكل تحت ايدي. وكمان لما في كلمه المشوره، ان انا بصطفي يعني عارف صفوه، صفو في الفكر، مش الصفوه كشكل او كمركز بس. ممكن ولد صغير يدي فكره. كان في عربيه نقل كبيره قوي مش عايزه تعدي من تحت كوبري، فولد صغير قال كلمه، قال فسوا العجل، لو ما يفس العجل هينزل. شوفي كام واحد كان واقف مش عارفين يفضوا الحموله ولا يزحزحوا العربيه، طفل صغير قال فكره صغيره. فاحترام اراء اللي حواليا كلهم، اجمع افكار، انفذ الافكار. المتابعه من اهم الحاجات اللي المفروض تبقى عقد، ما ينفذش امر ويسيبه. ليه بقى؟ لما ابقى عارفه اني هتابع وهأسأل، دي من المسؤوليه، ان انا بأسأل عن الشيء اللي انا طلب مني. لو ما بقى عارفه اني هتابع وهتسائل وهقدم تقرير هشتغل، لكن فلان اعمل، حاضر نبقى نعمل،
لا وخلاص. لا طب احنا كاميرا بنت النيل استطلعت اراء الشباب عن اهم المشكلات اللي هما بيواجهوها، وعدينا هذا التقرير عن اراء هؤلاء الشباب. هنتابعه دلوقتي مع حضراتكم ونعاود الحوار مع الاستاذة ايفيلي. المشاكل اللي بتواجه الشباب اكيد البطالة، قلة شغل، مفيش فرص عمل، حاجات كتير قوي. حتى اي واحد صاحب شغل، صاحب شركة، صاحب مصنع، بيستعبد اللي تحتيه، ما بيدروش حقه. العبء على الشباب مش بس يعني عبء بسبب الشغل، ده كمان عبء بسبب اهالي البنات اللي هما بيغلوا في المهور. فكده مفيش اي نوع من انواع فرص العمل للشباب، مفيش اي نوع من انواع المصاريف اللي هي بنحوشها لينا احنا ولولادنا، كده الشبكه غاليه. وبالنسبه عن مشاكل الشباب، ان الواحد يكون مثلا قاعد على القهوه ويقول مفيش شغل، في عماله، في اللي هو عايز يشتغل. يعني الواحد لو دور مش يقعد على القهوه مثلا ويقول لا النهارده انا مثلا مش مفيش شغل، ما الدوله مليانه شغل في اي مكان يروح. ولا هو الواحد عايز يجي على القهوه مثلا ويقول له انت عايز الشغل لحد عندك، بس هو هذه مشاكل الشباب، ان احنا مش بنفكر يعني ان احنا ندور على شغل. بالنسبه لو الواحد حب ان هو يعمل مشروع، يعني انا من وجهه نظري ان لازم يكون في مقومات تساعد على ده. المقومات دي اولا الامكانيات الماديه، ثانيا الامكانيات البشريه اللي هي تساعدك ان انت تقدر تعمل المشروع ده. ما فكرتش قبل كده اعمل مشاريع لاني مشغول بالدراسه وكده، يعني بكمل، عايز اكمل دراسات وبعد الجامعه وكده، فعندي انشغالات اكتر من موضوع المشروع. احنا علشان اني ما معيش حاجه بروح اشتغل عند الناس، انا ما معيش فلوس وما معيش اي حاجه، بروح اشتغل عند الناس والقطاع الخاص بيتحكم فيا. فطبعا انا هعمل ايه؟ فالمشاريع طبعا بتخسر، فبرجع اقفل تاني. المهم ان انا اشتغل، ما اقعدش، ما اقولش حال البلد فيه ايه، ما اقولش البلد فيها ايه، وركز على المشاكل اللي عندنا ونشوف ولازم نركز في الناحيه الثانيه اللي هي الايجابيات بتاعت البلد. يعني يعني الواحد عايز يعمل مشاريع والدنيا واقفه ومفيش مفيش ضغط شغل وبتاع والمحلات قافله، فالواحد عايز يعني يعمل اي حاجه، يعني يمسك، يعني الواحد يمسك شغل يعني يشتغل. يعني بتكلم ان انا معايا دبلوم مش لاقي شغل، بالنسبه بمعاشه ده عاليه بيلاقي، مش عارفه، بس انا دلوقتي عايزه اشتغل، مش عارفه يعني مش لاقي شغل ايه، مش غير شغل الملابس بس. وانا كل نفسي الاقي شغله، يعني بعيد عن شغل الملابس، بعيد عن الحاجات دي، اي مشروع اي حاجه يعني. بس كما تابعنا في هذا التقرير مشكلات مختلفة بيواجهها الشباب، لكن يمكن معظمها بيدور حول إيجاد فرصة العمل. يمكن أستاذة إيفيلين أحد المحاور بيتحدث فيها الشباب في هذا المؤتمر هو فكرة ربط سوق العمل بالإعداد لها من خلال الدراسة وتأهيل الشباب لسوق العمل. أيضا من ضمن المحاور المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، يمكن دي هتكون حل لكتير من مشاكلنا الاقتصادية. لكن فكرة التواصل ما بين الدولة وبين الشباب في إيجاد حلول للمشكلات اللي هم بيطرحوها دي، يعني في بعض الشباب ويمكن اللي موجودين في المؤتمر شباب واعد قادر ان هو يتواصل على شبكة التواصل الاجتماعي مع الجهات المختلفة، ممكن يعرف ازاي يحصل على وظيفة، او يمكن يعرف ازاي يلاقي لنفسه مكان في العمل. لكن بالنسبة للشباب البسيط اللي هو احد المواطنين قال بيبقى قاعد على القهوة وبيقول انا مش لاقي شغل، ازاي ممكن يبقى في حلقة وصل ما بين الدولة وبين الأشخاص اللي هم ما يعرفوش يتواصلوا مع حد دول؟ أنا عندي كام رسالة كده أحب أوجهها بعد إذن حضرتك. اتفضل. أول رسالة لرجال الأعمال، ربنا أداك مال وفتح عليك، وأنت شاب أكيد برضو تعبت لغاية ما ربنا كرمك. حضرتك عندك ابن أو اتنين أو تلاتة، عملت كل ده عشانهم، حلو. رب انا عايز اقول لحضرتك ان ربنا اداك بزياده. بزياده يعني ايه؟ لو انا عملت مثلا
الزكاة بتاعتي، أنا هطلع الزكاة بتاعتي هحطها في صندوق وهخليها إن ممكن شباب يقترضوا مني، أنا مش عايزة بقى شباب ولاد اسمها إيه دي أصدقاء ولادي الجيران المنطقة بتاعتي هيقترضوا، يعني أنا خد مثلا 100 جنيه هيرجع حالي 100 جنيه ومش عايز فايدة، أنا أعمل دي صدقة جارية أنت تعملها. الشباب أنت مثلا بتروح تجيب فيلا وشقه وعربيه لابنك، اوكي انا مش هقولك تجيب لبقيه الناس، بس حاول برضو ان تساهم في مشروعات اسكان للشباب. الرساله برضو المهمه لرجال الاعمال اللي عندهم مصانع وشركات، خد الشباب، انا دلوقتي بتواجهني كشاب مثلا بتواجهني مشكله لما باجي اتخرج يقول لي عايز سنين خبره، فبروح وانا راجع اقعد بقى على القهوه خلاص كده خلصت، ما اجيب الناس سنين خبره، لا من سنه اولى او تانية خد شباب شغلهم عندك وفر لهم بس فلوس المواصلات ووجبه، مش هقول لك اديله مرتب، عشان كده هتوفر له خبره لما يجي يتخرج يبقى عنده خبره. افتح مصانعك، افتح شركاتك، افتح، اولا هتلاقي شغل ناس بتشتغل عندك ومش هتقول لك مرتب لانه طالب. لما ممكن كمان لما يتخرج تلاقي من تحت، تلاقي منه هو انت دربته، تقدر تاخد منه ناس جاهزه خلاص هو عنده الخبره وخدها من عندك، او لو مش من عندك لو ما اشتغلش عندك هيشتغل في حته تانية يبقى انت برده فدته، دي برده اعتبارها صدقه جاريه. رساله تاني للشاب، حبيبي انت قاعد بتقول انا مش لاقي شغل، الجمله دي معممه بمعنى انت مش لاقي شغل حسب تفكيرك انت، انت حاطط مواصفات معينه للشغل اللي انت هتروحه. ابدا يعني الرسل كانوا خيامين وكانوا نجارين وكانوا حاجات بدائية جدا، وربنا اداهم رسالة عظيمة للدنيا وللمجتمع. ابدأ بحاجات بسيطة، ممكن حتى لو مش هي شغلك، طب ما انت قابل على نفسك تروح تبعد عن اهلك وتبعد عن المجتمع اللي انت فيه وتغسل طبق واحد اجنبي كان فيه، طب ما تشتغل هنا اي حاجة تناسبك. رسالة تاني لكل اب وام هيجوز بنته، دي بقى رسالة مهمة. ليه؟ ان الشاب اللي جاي عدى 25 سنة مثلا عايز يفتح بيته ويستقر، الاب بيقعد، طبعا هو الاب بيتكلم من منظور بقى انه دلوقتي بقى معاه فلوس، لكن هو افتكر قبل ما يبعد القعدة دي ويتجوز بنته برضو ان هو كان بيبدأ، ما فيش حاجة اسمها الشبكة تبقى لازم تكون ذهب، لا ما فيش حاجة اسمها ان كل الامكانيات، يعني انا رحت بارك لعروسة هي أوضة نوم وصالون وشفت أوضة مقفولة، مش لازم تتعمل دلوقتي، دي أوضة البيبي، مش لازم كل حاجة، مش لازم كل حاجة كاملة. أنا مثلا زي بنت خالتي ما جابت، زي بنت عمي ما جابت، والافتخار بقى لا أنت ساعده، أنا أعرف أب ساعد جوز بنته في الجواز، ساعد جوز بنته، قال بقى هو قال كلمة حلوة قوي، قال لو هو معاه فلوس وشايلها بنتي هتروح تلاقيها، لو محوش انا ساعدته. فانت راجل اعمال جالك، ممكن انت راجل اعمال ووصلت المرحله وفي شاب حلو مستقبله حلو وجيل بنتك تقول لا لازم يبقى ويبقى، فما نهبطش الشباب ليه بقى؟ لان دول اللي انا عند المجتمع لو قسمته اطفال فدول اللي حول اليوم ملكوه، كبار سن سواء رجال او سيدات، فخلاص مجهودهم او قدرتهم على العطاء البدني او الذهن حتى ممكن يكون قل، فاحنا بنتكلم في شريحه وسط وشريحه بقى اللي هي الثقيله بتاعتنا اللي هي الشباب. الشاب اللي هيطلع دلوقتي من المؤتمر ده، احنا في اول العمل الدراسي، نعم، هيروح الكليه بتاعته، لجان الشباب بقى وهناك ويعمل لجنه وهيطلع، بص حضرتك يعني شراره كده، لو جبنا كلمه الابداع، الابداع اللي هو ايه؟ انا ببدع في الشيء بخليه بطريقه غير مألوفه، بفكر بطريقه غير مالوفه في الحاجه، وبعدين انا لما انا عايز ابدع في حاجه بعمل ايه؟ بجمع معلومات عنها، وبعدين بتتخمر المعلومات دي جواه في عقل الباطن، بعد كده تيجي لحظه الشراره، ايه انا وجدتها؟ نعم، هيبدع، هيعمل حاجه مختلفه، بعدين هينفذ. انا ابدعت ودلوقتي ايه اللي عليا؟ ايه اللي عليا انا بعمل؟ انت وظيفتك ايه في البطاقه؟ طالب، قوم بدورك كطالب. ما تقولش المجتمع اللي حواليا، ما تبصش للسلبيات، لان انت هتهبط
وهتهبط اللي حالك معنا. لكن لو قمت هتقوم وتقوم الناس اللي حالك. بالتأكيد. اسمح لينا أستاذة إيفيلين، بتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة رنا زيدان معاون وزير الصحة. برحب بك دكتورة رنا. اهلا وسهلا بحضرتك فندم. دكتوره رنا، يمكن محاور الصحه من ضمن المحاور المطروحه في مؤتمر الشباب الاول بشرم الشيخ، اهم الموضوعات المطروحه، الموضوعات الصحيه المطروحه في هذا المؤتمر. الحقيقه احنا طول فتره المنتدى الوطني للشباب طول سنه عام 2016 كنا بنشتغل مع الشباب على رؤيتهم لتطوير منظومه الصحه، رؤيتهم للتغلب على مشاكل الصحه سواء من نقص القوى البشريه للاطباء والتمريض او المستشفيات في بعض الاماكن او كده. فالشباب قدموا لنا رؤى كتيره فيها حلول غير تقليديه شويه لبعض الافكار، بعض منها قابل للتطبيق، بعض منها محتاج شويه شغل عليه عشان يقدر يتطبق. والنهارده المفروض يعني في الاسبوع ده باذن الله تبتدي تطرح الرؤى دي بعد اكتمالها باذن الله. نعم دكتوره رنا، فكره مساهمه الشباب في ايجاد حلول لمشكلات المجتمع من منظورهم هم، الفكره دي هل مخرجات المؤتمر في آلية للتعامل مع هذه المخرجات والاستفادة من الأفكار المطروحة في المؤتمر؟ الأفكار ربما تكون خارج الصندوق وتفيد المجتمع وتفيد في حل مشكلات. بالظبط فندم، ان شاء الله في اخر المؤتمر هيتم الاعلان عن بعض الافكار اللي هيتبناها مؤسسه الرئاسه، كلها افكار نابعه من الشباب في مجالات مختلفه. وطبعا انا مش مصرح لحد بالتصريح عنها دلوقتي، لكن ان شاء الله في نهايه المؤتمر هيتم الاعلان عنها. الشباب قدموا افكار كويسه قوي في مجالات كتيره. انا حقيقه تابعت المنتدى الوطني للشباب بكل محاوره مش بس الصحه، الشباب كان لهم اسهامات قويه جدا. زي ما قلت لحضرتك في افكار قابله للتطبيق وفعلا ابتدى الشباب ياخد فيها خطوات، هي دي اللي هيتم الاعلان عنها وتبنيها من قبل مؤسسه الرئاسه ان شاء الله. نعم دكتوره رنا زيدان معاون وزير الصحه، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. في النهايه استاذه ايفيلين تقولي ايه وبتنتظري ايه من هذا المؤتمر، وهل بتتوقعي تكرار هذه التجربه في السنوات القادمه واستثمار طاقه الشباب من خلال مؤتمرات زي دي؟ هي ان شاء الله دي بدايه او نواه، دي هتستمر خلاص، لاني يعني السيد الرئيس بكره وفي الثلاث ايام اللي جايين لما هيشوف فرحه وجوده معاهم وفي عينيهم طبعا دي هتبقى اساس ان هو ان شاء الله انها تستمر. نعم. عايزه اقول حاجه، انا مره طلعت مؤتمر في شرم الشيخ كان حوالي نقول 100-150، المجهود اللي اتبذل عشان ال 150 كنا في وزاره الثقافه، بيت من بيوت وزارة الثقافة، المجهود اللي اتبذل عشان ال 150 دول أنا مش عارفة أقول لحضرتك كان شكله إيه. نعم. أنا كنت رايح حد محاضرة. تخيلي بقى حضرتك المجهود المبذول في 3000 فرد شاب وشابة، ده غير بقى الباقي يعني ممكن يقفلوا 4000. فأنا عاوزة الشباب يقدر المجهود ده، يقدر إن هو طول السنة إحنا في حصاد سنة، طول السنه في مجهود اتعمل عشانك، وفي بيقولوا ايه وراء الكواليس، يعني انت مش في حاجات ممكن تكون شايفها اتعملت لك، بس هي عشان انت هتقعد على كرسي في مؤتمر ويبقى قدامك سياده الرئيس، انت ما قعدتش على الكرسي ده بسهوله، وانت بذلت مجهود، حافظ على مجهودك طول السنه، اكراما لمجهودك اللي بذلته، حاول بقى انك تثمر في المنطقه بتاعتك، في اسرتك، في الناس اللي حواليك، وان شاء الله تبقى النتيجه جميله يعني باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكراً سياده حضرتك. العقيد ايفيلين فاروق اسحاق خبيره التنميه البشريه، بشكرك على وجودك. شكرا لحضرتك. الشكر موصول لكم مشاهدينا على وعد بالتكرار هذا اللقاء الاسبوع القادم، شكرا لكم والى اللقاء.